جديدة من رح نبقى سوا مباشرة عبر هواء الاو تي في. وهذه الليلة ضيفنا عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. زبطت واخيرا كنا عم نجرب نظبطها من زمان انا وياك. يعني مرات ايه ما بتسائب بسبب الوقت. أكيد. والمقابلات عزيت المحطة كمان. أكيد. ما بتسائب. طبعا اهلا وسهلا فيك. تسلمي. وهيك خلينا نبدأ في كتير مواضيع بالسياسة بدنا نحكي فيها، بس معلش أنا حابة أنه نرجع نبدأ بي ولأنه فترة صغيرة عن كورونا، لأنه الأعداد كتير متزايدة وعن جد عم تطلع بشكل كتير كبير، و90% مثل ما عم بيقولوا الأطباء عم بيفوتوا على المستشفيات هن غير الملقحين. عندك شيء تقوله بهالإطار؟ يعني أنا اللي بقوله هو أنا ماني صاحب اختصاص يعني حتى يعني يكون عندي معلومات علمية يعني دقيقة، بس أنا اللي بقوله أنه نحن واجباتنا كمواطنين قد ما فينا نلتزم ونتوخى وناخذ عمل الحيطة والحذر بالاعتبار، وأنه نلتزم بالكمامة، نلتزم بالتعقيم، بالتباعد الاجتماعي، يعني نبقى محافظين نيسر أمورنا ولكن في انتباه ومحافظة. هذا بالدرجة الأولى يعني الواحد فيه يعمله، ويعني ونواكب بالسلطات الصحية هي طبعا. شو عم ترشد لحتى نقطع. وإن شاء الله الحقيقة يعني صرت قاري أكثر من أرتيكل أنا بالفترة الماضية بهالأسبوعين اللي مرقوا بيقولوا إنه قد تكون متحور الأخير الأوميكرون هو آخر متحور لكورونا، وإنه العوارض اللي عم بيعطيها هلا بتأدي ممكن تكون هي النهاية وبتشير لهيدا الموضوع، وانه يتحول لنوع من الانفلونزا العادية، وانه مثل ما صارت فينا قبل كيف كانت الانفلونزا شغلة كبيرة كتير وعملت ضحايا كتير والى اخره، بعدين تحولت لنوع من الرشح العادي خليني اقول، او طريقة معالجته سهلة او اسهل من ما تكون جائحة يعني. فنتأمل كمان بهيدا الموضوع من هلا لوقتها، يعني بنتمنى على الناس تاخد عمل الحيطة والحذر، تنتبه على التعقيم، ما تستلشق بهذا الموضوع. اي حدا بيحس انه في احتمال يكون يعني عنده عوارض او حاسس بشيء، من باب المسؤوليه والحرص على غيره انه كمان ينتبه على هذا الموضوع وما يختلط، ويتاكد مباشره اذا معه يعمل البي سي ار، يتاكد مباشره صحيح. اذا اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. الوباء السياسي، هذا بالوباء الصحي، بالوباء السياسي شو يرتفع منسوب الخطاب بينكم وبين حركة أمل؟ ليكي خليني أقول يعني على مستوى الوباء السياسي ما بعرف إذا رح نوصل لمتحور وبائي على المستوى السياسي، قد يكون الأخير بلبنان، وهذا السعي اللي بنجرب نعمله نحن أنه نوصل للمطرح اللي بيخلي خليني أقول المواضيع الخلافية تبقى ضمن الإطار اللي لازم تبقى فيه وما تتخطى للملفات اللي هي بطال خليني أقول المستوى الوطني، إن كان أمن اجتماعي أو أمن سياسي أو أمن وجودي أو أمن أمني عسكري، يعني هيدي الملفات نحن شو ما نكون مختلفين بالسياسي ما قلنا حق نروح على تسييسة لهيدي الملفات، وإنما لازم هيدي نبقيها خارج إطار هالصراعات السياسية اليومية، ونقول نحن أنه فينا نختلف انتخابيا، فينا نختلف بالنظرة السياسية لأمور معينة، بس ملفات اللي لها علاقة باليوم بضرورة مثلا أنه الحكومة تجتمع وبأن تعالج الملفات المالية وتنهي مفاوضاتها مع صندوق النقد وتوقع الاتفاقية مع صندوق النقد، تقر خطة التعافي المالي قبل كتير من الملفات الملحة الحياتية خاصة بهذه الظروف هي أولوية. اليوم أنا ما بفهم كيف لأي اعتبار تاني بدنا ندخل الحكومة بملف يعني جزء منه عنوانه قضائي على الأقل، ونجي نعمل كباش كبير بقلب الحكومة ونعطل الحكومة، ونحن مثل ما بيقولوا ما صدقت الناس أي متى صار في قدرة على تشكيل الحكومة وتكلف رئيس حكومة جديد وصار في نوع من تسهيل لتشكيل الحكومة، بنشوف انه اجتمعت يمكن 3 مرات بس وبعد منا فرطت العملية وبعدنا بهذا الكباش. نحن بفتكر رح نكفي 3 شهور هلا هيدي الحكومة معطلة، موجودة ومش موجودة، هيدي أزمة، هون الأزمات اللي بتحكي عنها. فعمليا نحن منا هاويين نعمل
خليني أقول سجال أو خلاف مع أي طرف بما في حركة أمل بالمطلق هيك، ولكن اليوم بالممارسة ما فيك تسكتي أنت عن كل تجاوز إن كان قانوني أو دستوري أو محاولة اللعب يعني على المستوى الوطني بالثوابت الوطنية، إن كانت دستورية وإن كانت ميثاقية وإن كانت على مستوى الإداء البرلماني أو حتى الحكومة. كيف بدك تقبلي بهذا الموضوع؟ فعمليا إذا أنت دفعتي عن حالك أو جربت توضحي الأمور ما بتكوني أنت عم تدخلي بسجال، أنت عم توضحي الأمور، لأنه بالأخير هذا من باب المسؤولية الوطنية أنك أنت تكوني حريصة وعلى الأمانة اللي بين إيديك وعلى قناعتك أنك تعبري عنها، لأنه أنت مشروعك تبني وطن. هلأ هيدا بيتعارض الأكيد، مشروع بناء الوطن بيتعارض مع المتضررين من مشروع بناء الوطن، واللي هني بدن دولة على قياس المزرعة وعلى قياس الميليشيا وعلى قياس تقاسم الحصص. هون بتصير المشكلة وهون بتصير المواجهة. قبل ما نفوت باجتماعات الحكومة والمجلس سيد نفسه والمركزية المالية، لأنك أتيت على ذكر المنظومة، من هون بيجي عتبكم على حزب الله انه ما ساعدوكم بالداخل، اذا فينا نقول بالداخل بالمعنى السياسي الداخلية الضيقة على الساحة الداخلية الضيقة، من هيك انتم عتبانين، والتيار وحزب الله الى اين في المرحلة المقبلة؟ ليكي خلينا هيدا الموضوع يعني ينحكى فيه بشكل كتير بسيط وواضح. نعم. اليوم نحن على الاقل التيار الوطني الحر من 2005 يعني بعد الانسحاب السوري من البلد ومحاولة إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة، حاولنا نعمل نوع من التفاهم مع كثير من الأطراف بما فيهم الحزب. بلشنا مع حزب الكتائب، بلشنا مع الحزب الشيوعي، حتى بفترة من الفترات عملنا شيء مع تفاهم محدد مع تيار المستقبل، مع القوات اللبنانية مؤخرا يعني من كم سنة لورا، وبال 2006 عملنا التفاهم مع الحزب. بالطبع نحن كان هدف من هيدا الموضوع تنحكي بكل صراحة، وهذا شيء أنا بيزعلني على كل حال، يعني مش هالقد شيء بيبسط أنه أنت جيتي على بلد خصوصيته وكيف سياسته ممذهبة وممنطقة ومطيفة بشكل أنه أنت ما فيك تعملي محاسبة حقيقية. فكل اللي بيجي بيقول أنه والله أنت كان لازم تجي وتكب كل هيدي الناس برا، تعال لي كيف بدك تكبهم برا؟ إذا عند تعيين موظف درجة خامسة بدك توافق حكومة بأمه وببيها، إذا بتعمل انتخابات وفي خطين سياسية واستراتيجية كتير كبار بيربح خط أو بياخد أكترية عملية نظرية بالمجلس النيابي وفي فريق بياخد أقلية بالمجلس النيابي، بس بدك تشكل الحكومة بدك تقعدهم كلهم على الطاولة مع بعضهم. عمليا هيدي خصوصية لبنانية البعض بيعتبرها إيجابية، أنا على الأقل من نظرتي على المستوى السياسي والإداء السياسي اليومي هيدي منا خصوصية إيجابية، لأنها بتحط كل الناس اللي هن مختلفين مع بعضهم بذات المطرح وبيعرقلوا بعضهم، ما بيصير في شغل، والملفات كتير والشواهد والأمثلة كتير على هيدا الموضوع، وعمليا بيتعطل حتى جزء من عمل المجلس النيابي المتعلق بالرقابة، لأنه العمل المجلس النيابي الحقيقي مش إنه نروح نعمل خدمات ويعني ونركض على المراجعات هيدي على أهميتها، لأنه النظام اللي مركب بالبلد وخليك تعملي هيدا الشيء، بس هيدا منه الواجب، لازم الناس تاخد خدماتها لأنها بتستحقها ولأنه الدولة ماشي ومنتظمة، مش لأنه والله في سياسي أو في نائب بده يروح يرجع له لشخص صاحب العلاقة بملفه اللي معرقل بهيدي الوزارة أو بهيدي الدائرة. على كل حال المجلس النيابي عنده دورين أساسيين، هو التشريع والرقابة. فعمليا بشكل النظام اللبناني انت وين وصلتي؟ انك عطلتي موضوع الرقابه بشكل شبه كامل، يعني اوكي بيطلع لك صوت من هون بتطلع كتلي من هون، بس عمليا انت منك قادره تعملي الرقابه الحقيقيه وتعملي المشكله عليها وتعملي المحاسبه الحقيقيه، وعندك معارضه ضد اكتريه عامل الحكم عملت ائتلاف مع بعضها. بالعكس انت جبتي كل الناس وحطيتيهم جوا وتعي بقى قطعي المشاريع وقطعي الملفات وقطعي هذا. كيف هالحكي هذا؟ ملفات العلاقه بالحياه اليوميه للمواطنين، انت بدك تحطي كل الناس وبيطلع لك حدا بيقول لك انا ما بدي. هلا اليوم الحكومه معطله ليه؟ لانه في فريق متوجس بشكل معين بغض النظر اذا معه حق على المستوى القضائي او ما معه حق. مش عم بعمل انا هلا طرح قانوني، ولكن متوجس منيح، انا بدي اقول في يكون معه حق وفي ما يكون معه حق بالمره، ما هيك؟ هيدا بس الموضوع بيتعالج بطريق من اثنين، او بتلجأ للقضاء اللي هو بينصفك وبيصلح الاعوجاج اللي موجود فيه اذا كان موجود، او بيرد لك الطلب اذا ما كان موجود، او بتروح على المجلس النيابي اللي في عنده اطار محدد، دعوة من رئيس المجلس، دعوة من رئيس المجلس
بيبعت هيدا الملف للنواب الموجود بين ايديه وبيدعيهم على جلسة وفق الاصول وبيجي بتناقش هيدا الملف. اذا الاكترية النيابية اعتبرت انه في توجه لازم يتاخد او قرار لازم يتاخد باحالة هيدا الملف على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بياخدوا، اذا ما كان لازم هيك بكفي المحقق العدلي تحقيقاته. اما انه نحن نروح على كل هالكباش ودخل الحكومه اللي هي سلطه ما لها علاقه عمليا انها هي تضغط على السلطه القضائيه او تغير او تعدل فيها، فورطنا سلطتين ان بيعملوا اشتباك بين بعضهم اذا جربت السلطه التنفيذيه تعمل هيدا الشيء، بذات الوقت عطلنا اذا الحكومه ما بدها تعمل هالشيء، بس عطلنا ليه؟ لانه في فريق قال انا ما بقى اجتمع وانا ما بقى احضر، روحي على حفله المسائيه بقى بهذا الموضوع وتخربطت. المسائيه ضروريه، ما حدا يجي يقول ها هلا ما بدكم مسائيه وبعدين بدكم مسائيه، لا يا حبيبي، المسائيه ضروريه وموجوده بهذا النظام اللي احنا عايشينه، ولكن موجوده للحفاظ على الوطن مش لحتى تعطيله وضربه، خاصه بالظروف المصيريه اللي عم نعيشها هلا. هذا هو الفرق بين يجي حدا عم بيقول لك شو رئيس الجمهوريه عم يقول انه والله الحكومه تجتمع بمن حضر، هيدي من حوالي شهر تماما وقت اللي حكي أو دعي رئيس الحكومة أنه يا رئيس الحكومة دعي على اجتماع لمجلس الوزراء وليحضر من يحضر أو بمن حضر، طلعت الأصوات. هلأ رئيس الجمهورية صار بده الحكومة تحضر وما بقى في اعتبار للمسائية، بلا في اعتبار للمسائية، ولكن أي متى؟ المسائية اعتبارها عندما تحمي الوطن، عندما هي ضرورة لحماية الوطن، لحماية التوازن الداخلي، لحماية التوازن الوطني، لحماية بس مش لحتى بلا ثنائي الشيعي. ليكي نحن ما عم نقول تجتمع وما بنتمنى هيدا الموضوع، بالعكس نحن بدنا الثنائي الشيعي يكون أول طرف عم بيحضر بالحكومة وعم بيساهم بحل حالة المشاكل اللي نحن عم نعيشها، ولكن نحن اليوم ما فينا ناخد الحكومة بهالشكل هيدا كرهينة، لأنه بدنا إياها هي تبت بصلاحية معقودة للسلطة القضائية بتعدي واضح منها بيصير، أو ما بدنا نروح على المجلس النيابي لحتى يقوم بدوره بهيدا الجزء. ما فيك تورط الحكومة، الحكومة اليوم مورطة والحكومة اليوم معطلة والحكومة اليوم مرتهنة، ما بقى فينا نعمل شيء، ما في حكومة اليوم يعني على شوي، نحن ما في عنا حكومة. مشان هيك أنا اللي عم بقوله أنه كل هيدا خليني أقول المنظومة والنظام اللي موجود إجا نحن على أساسه، على أساس نعرف الخصوصية، وبرجع بقلك أنا على المستوى كتير شخصي وأنا مني شيء يمكن مؤثر بالبلد، بس أنه على مستوي الشخصي وهذا رأي كتير خاص، أنه أنا هيدا النظام وهيدا شكل الحكم أنا ما بعتبره فراضي وغنى ومدري شو بيصيروا بيخبرونا شعر، لا، هيدا شيء سيء على مستوى إدارة الدولة وعلى مستوى الحكم بلبنان، بس هيدا هو بدك تتعاطي فيه أنت لحتى تقدري توصلي تخلقي قناعة عند الأطراف السياسية وعند الناس أنه نحن هذا النظام بحاجة إلى تعديل وتطوير. لذلك تمت القصص على قاعدة التفاهمات، من هون بردك على السؤال الأساسي. عملنا التفاهم نحن والحزب، واللي كان إذا بدك هو في ركنين أساسيين لهذا التفاهم، ركن على مستوى حماية الوطن على مستوى استراتيجي وعلى مستوى الوطني العام ومنع الفتنة ومنع الاقتتال الداخلي، ومستوى تاني هو على صعيد بناء الدولة وإعادة تفعيل عمل مؤسساتها والوصول إلى دولة المواطن الحقيقية. منيح؟ أول جزء نحن منعتبر أنه تم بالشكل اللي لازم وماشي الحال فيه، والأمور يعني جنبتنا الكثير هذه الورقة وهذا التفاهم، جنبنا الكثير. أما في الجزء الثاني عبرنا عن هذا الموضوع، يعني شغلي منا جديدة هلأ تنجي نحكي فيها، عبرنا على أنه توقعاتنا كانت أكبر من اللي صار. خليني أقول الإنجاز كان يجب أن يكون قد حصل، يعني بالماضي حصل، ونحن اليوم عم نعيش الترف بدولة مؤسسات، هذا لم يحصل، هذا اللي ما صار. مش هيك حكينا أكثر من مرة، وحتى رئيس التيار الوطني مش آخر تصريح صح. في عنده تصاريح عمرها حوالي السنة ونص وبإطلالة إعلامية واثنين وثلاثة بيقول أنه هذا الموضوع يجب معالجته بالتفاهم وتطوير هذه الورقة والاستفادة من اللي نجحنا فيه لتعميمه على الذي لم ننجح فيه، ووضع الأطر الكفيلة بإنجاح المتبقي، لأنه بالنسبة لنا على الأقل كتيار وطني حر إنجاح إعادة انتظام بناء الدولة ومؤسساتها هو أولوية بالنسبة لنا اليوم.
سيد حسن نصر الله بآخر إطلالة إعلامية له بيقول إنه متمسكون بحلفائنا وأصدقائنا، وإنه مع تطوير التفاهم وما إلى هنالك، وفي إطلالة مقبلة نتكلم أكثر ونوسع أكثر. بمقابل الشيخ نعيم قاسم بتصريح له بيقول انه طبعا متمسكون بما معناه مش بالحرفيه، بس انه متمسكين باصدقائنا وبحلفائنا والتيار الوطني الحر سوف انه نحن معا وكذا. بذات التصريح على خط حركه امل بيقول نحن وحركه امل علاقتنا استراتيجيه والمش عاجبه يدق راسه بالحيط. كيف قريت الخطابين؟ لك يا خليني اقول لك، انا يعني انا بعتقد انه هذا الحديث اخر تعبير مش موجه لنا احنا. نعم. لانه ان كان فخامه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون باخر كلمه وجهها للبنانيين، ورئيس التيار الوطني الحر في مطلع السنه عندما تكلم بهذا الموضوع وبهذا الشان، الرجلين كانوا واضحين بشكل كامل انه وقالوا نحن مش عم نطلب يصير في مشكل داخلي ولا مفاضله على المستوى الثنائي الشيعي بيننا وبين، وهذا لانه العمليه مش انه حفله شاب وصبيه بتنقيني ولا بتنقي، لا مش هيك الموضوع. نحن بالنسبه لنا في جمله ملفات في الداخل اللبناني لم يتم التعاطي فيها كما يجب، لذلك طرحنا الصوت. اما فيما يتعلق بالحلف الاستراتيجي، لان احنا شو نحن من ضمن هذا الحلف الاستراتيجي، نحن من ضمن هذا الحلف الاستراتيجي اللي بده سياده لبنان، اللي بده ما يكون ممر وملها لإسرائيل فيتي وطالعة وتشن حروب مثل ما كانت كل سنة ونص أو كل سنة وسبعة أشهر تعمل حرب مدمرة على لبنان من 2006 لليوم. ما حدا يجي يخبرنا أخبار إنه شو نفعت ورقة التفاهم وشو نفعت وأدت للانتصار بال 2006 بحرب تموز. طبعا ما حدا ممكن يشكك. لا خليني أقول لك، ما أنا عم أقول لك أدت لهذا الانتصار وثبتت إنه لبنان لم يعد جزورة بالنسبة للإسرائيلي، لذلك هذا الموقف استراتيجي اللي عم يحكي عنه الشيخ نعيم قاسم نحن جزء أساسي منه، نحن جزء أساسي من هذا الصمود. بس على المستوى الداخلي، على المستوى الداخلي لا، في خلافات حكيناها بشكل واضح، مشان هيك صار في تشكيل للجنة، ما صارت الاجتماعات كما يجب، تأملنا تكون وتيرتها أسرع، وخلينا نقول المواضيع اللي بدها تبحث تكون عم تتشرح بشكل أعم، ما صار هيدا الشيء، لذلك طلعت الصرخة الأخيرة. ونحن بنرجع منقول بملفات الداخل أيضا لن نساوم كما أننا لم نساوم أبدا في الملفات الاستراتيجية، هذا موضوع مبدئي لا بالنسبة لنا. لذلك نحن إذا كان البعض مفتكر أنه عم نلعب لعبة شد حبال أو لعبة صبيانية بأنه يا حزب الله بدك تنقي يا نحن يا حركة أمل، بيكون مغلط بهيدا الموضوع، لأنه أساسا نحن أساسا مش هيدا مطلبنا. وتاني شيء نحن بنعرف انه اليوم احدى الاولويات الاساسيه لحزب الله بمعركته والمحافظه على قوته وصموده هو موضوع العمل الداخلي داخل الطائفه الشيعيه، وهو لن يفرط بهذا الموضوع. لذلك نحن بنكون من قبيل خليني اقول الله الصبياني على المستوى السياسي، اذا بدنا نجي نعمل معادله بالبلد بتنقيني او بتنقي، نحن هذا موضوع عارفينه. وعلى المستوى الاستراتيجي نحن بدنا اكبر شرائح، عدد من الشرائح الوطنية والسياسية والحزبية أن تكون منضمة لهذا الحلف. فما بنجي نقول له فك مع مطرح ورباط مع مطرح تاني أو وحدة إيه وحدة لا، بس نحن على المستوى الداخلي إيه بملفات بالداخل أكيد بده ينقي. مشان هيك بس أنا هون بيهمني أوضح بالملفات الداخلية أكيد مدعو أنه ينقي، وأنا بعرف على المستوى الشخصي وعلى مستوى يعني التياري إذا بدك، وعلى مستوي الشخصي بعلاقتي مع كثير من النواب بعرف انا هيدا الموضوع قد ايه بيعني لهم وقديش هن شايفين انه في مواضيع لم تعد تحتمل، ولكن هيدا الشأن عندهم. انا من باب المسؤوليه الواحد ما في يحكي اكثر من هيك، بس بالجزء الداخلي بالطبع بلحظه من اللحظات بدك تنقي، لانه انا بدي ارجع اقول انه المحايد صحيح انه لم ينصر الباطل الا انه خذل الحق. ننتبه على المعادلة، ما فينا نحن بالملفات الداخلية على طول نكبر الصورة حتى نتغاضى عنها، لا. طيب. برجع بقول على المستوى الداخلي نحن أولويتنا هي إعادة بناء الدولة وتثبيتها.
اوكي بالقاعده الشعبيه للتيار الوطني الحر لما انطرح بطريقه قويه هذا الموضوع، انه باخر اطلاله صحيح هو كان عم يحكي بالموضوع من قبل، ولكن باخر اطلاله خصصه اذا فينا نقول لهذا الموضوع حكي بكثير وضوح، كثير من الوضوح النائب جبران بصير رئيس تكتل لبنان القوي. لاحظنا انه صار في هيك وجهتي نظر داخل القاعدة الشعبية للتيار الوطني الحر. في وجهة نظر بتقول انه فعلا حزب الله شاهد العهد يستنزف، ما حرك ساكن من تعطيل تشكيل حكومة، مش تعطيل يعني اذا فينا نقول انه توقيف تشكيل حكومة لانه كان بدنا نتمثل اللقاء التشاوري بوقتها، لا قصة الحكومة اليوم، لا امور كتير اخرى ملفات وزارة بالحكومة، بالحكومة من الكهرباء صحيح. من السدود من, من 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 كذا ملف صحيح، ومعركة مكافحة الفساد وما الى هنالك، وانه بما معنى انه صار بدأ هيك خضة على هذا المستوى. وفي وجهة نظر تانية انه يا خيي اليوم ما في حزب بلبنان يملك طرف انه يهدم تحالفات او يهدم تفاهمات، وانه انا يابا التيار اليوم بحاجة لهذا الحليف مثل ما هذا الحليف بحاجة للتيار. انت من اي وجهة نظر اكتر؟ لكي انا واضح اني قد اكون من أوائل مسؤولي التيار اللي طرحت على الإعلام إنه في عنا مشكل، وبالتالي مفهوم أنا توجهي وين إنه نحن بهيدي الصيغة وبهيدي الطريقة ما بيسوى نكفي، ما بيسوى وما فينا نكفي هيك. أوكي. هذا واضح أنا رأيي وبشكل ما في التباس حوله، ولكن أنا برجع بقول إنه هذا الأمر لا يعالج على يعني وسائل التواصل الاجتماعي بشكل انه ايه برافو عيطنا صح. او انه لا اوعى يا شباب ما تحكوا لانه في بالتحالف اذا فكينا بنخسر او ما. لا 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 لا، ما نحن المعادلة عندنا ولا مرة كان التحالف هو لحتى يربحنا مكاسب تمثيلية، مع انه هلأ اتهمتوا بهذا الموضوع لا انه مكاسب هيك لشد عصب قبل الانتخابات عم تعملوا هذا الموضوع. لا انه حدا بيعمل مشكل مع الحليف الوحيد المتبقي له قبل الانتخابات وبيكون عم يعمل مكاسب فيها، هيدي شد العصب بالشارع المسيحي. لا لا، ما حدا يخاف على عصبنا، ولا حدا يخاف على شبابنا، ولا حدا يخاف ويعتل همنا. نحن عارفين شو عم نشتغل، ونحن بنعرف شبابنا قديش عصبهم مشدود، وبنعرف شبابنا قديش قضيتهم هن مؤمنين فيها وقديش هن مستعدين يضحوا كرمال هيدي القضيه. فما حدا يعتل همنا، يعتل هم حاله ويشوف يدبر حاله هو، نحن يتركونا نحن نعرف كيف بدنا نشتغل. بس بدك تكمل بعد ايه، بس هون ذكرتني سمير جعجع بيقول انه هو رئيس الحزب المسيحي الاكبر اليوم. لكن بتعرفي شو هي اربح تجاره بالعالم؟ شو؟ انه الواحد يبيع حاله مثل ما هو متمن حاله، ويشتري حاله مثل ما الناس متمنته. اشرح لنا. هيني تمن حاله رقم واحد هو بالعالم، بيبيع حاله على أساس رقم واحد بيجيب أكتر شيء، بس إذا بده يشتري حاله مثل ما الناس متمنته بيشتري رخيص كتير. فعلى كل حال بكرة بس هو عنده تمثيله. نحن ما قلنا ولا مرة قلنا ما عنده تمثيله، والدليل نعرف حزب موجود وعنده مؤيدين وعنده كتلة نيابية، وهذا موضوع نحن يعني منا بمعرض نقول ايه او لا عليه، هذا مطروح والناس هي بتعبر وهي بتمثل وفي مؤيدين لإله ولغيره ولإلنا واكثر بكثير، واضح هذا الشيء، نحن تأييدنا واضح. على كل حال التأييد التصويتي الشعبي التمثيلي اذا بدك هي الانتخابات بتحدده، على الاقل من هلا لهالاربع خمس شهور نحن الرقم واحد، نحن اكبر كتله، نحن جايبين قدو على مرتين بالنواب، وجايبين قدو باكثر من 120 الف صوت تفضيلي بالانتخابات النيابية الأخيرة. من هلأ لوقتها إذا عكسها في ساعة يقول أنا عملنا انتخابات نيابية وأنا الرقم واحد، وإذا ما عكسها بده يبين أنه مثل العادة بيعمل استعراضات وبالآخر مصير الفشل. على كل حال شو بدنا بهيدي الصفحة، كله جاي وقته ونحكي فيه وقته. خلينا ناخذ بريك وبنرجع بنحكي بطاولة الحوار اللي بده يدعي لها فخامة الرئيس بالعقد الاستثنائي والمجلس السيد نفسه، ومنفصل أكثر موضوع الحكومة. بريك وبنرجع. I'll
العودة اللي رح نبقى سوا مباشرة مرة جديدة عبر هواء الـ OTV، وكمان مرة جديدة أهلا وسهلا فيك جورج عبد الله عضو تكتل لبنان القوي. الأسبوع المقبل يبدو هناك حركة في قصر بعبدة متعلقة بطاولة الحوار الذي ينوي رئيس جمهورية الدعوة إلى، ومن بعد المشاورات اللي رح يقوم فيها سوف يبني على الشيء مقتضاه كما أكدت مصادر مطلعة على أجواء بعبدة للأو تي في اليوم. ويبدو أنه الثلاثاء المقبل من بين الزوار سوف يكون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. إذا بدنا نحكي، هل ممكن هذه الزيارة أن يكون لها طابع خاص غير أنه يعني هي للتشاور حول الحوار؟ وماذا عن الحوار؟ كثر اليوم على الساحة الداخلية يعتبرون أنه هلأ مش وقته أو لن يجدي نفعا قبل الانتخابات، يجب أن يكون بعد الانتخابات، وهذا رأي سعد الحريري الذي أبلغه لرئيس الجمهورية. يعني واضح أنه بعض الأطراف عم تتعاطى مع هيدا الملف على قاعدة تصفية حسابات داخلية، وخاصة مع رئيس الجمهورية، لأنه البعض موهوما بيعتبر أنه هيدي فرصة لتطويق رئيس الجمهورية وعدم إيجاد حلول وعدم مشاركة الجميع بإيجاد الحلول للمشاكل اللي عم نعاني منها كليتنا سوا، وإنه نحن إذا ما نوجدت هذه الحلول بيكون موضوع يعني العهد عم بيتضيق عليه أكثر، والناس بدها تنقم أكثر وإلى آخره. أول شيء هيدي من الملفات اللي أساساً أنت ما فيك تجي تعمل كباش سياسي فيها، هيدي فيها حقوق الناس، فيها معيشتهم، فيها كرامتهم، فيها أمنهم الاجتماعي، فيها مصرياتهم المصادرة بالمصارف، في كيف بدك ترجعي ترديلهم هيدي المصاري اللي هي موجودة واللي هي ما لازم نحن نسلم انه هيدي مصاري تم الاستيلاء عليها واختفيت. لا، ما تم الاستيلاء، ما اختفيت، تم الاستيلاء عليها ايه، بس هيدي بترجع هيدي المصاري والمصارف بدها تدفعها كلنا سوا على اخر ليرة وعلى اخر دولار او اي عملة تانية موجودة فيها، لانه هيدي حقوق الناس، والناس مش مسؤولة عن الجشع اللي عملوه المصارف وقت اللي اخذوا هيدي المبالغ وراحوا عطيوها لهون ولا او لهون، وطمعوا بالفوائد العاليه والارباح الخياليه اللي كانوا عم يطلعوها بوقتهم. هيدا الموضوع ما حدا بيتحمل مسؤوليته الا هن، وهن بدهم يدفعوا من مالهم ومن موجوداتهم ومن كل الاملاك اللي هي مسجله لالهم او لمصارفهم. فعمليا اي طرف اليوم بيقول انا ما بدي الحوار، معناتها هو بعده كتير بعيد عن انه يكون رجل دولة او شخص مسؤول بدولة. هيدا شخص مأجور لحتى يمعن في خراب البلد، هل قد مين ما كان يكون، بدون ما تدخليني بهيدا الاسم بهيدا الاسم. اي حدا بقلك يرفض الحوار بيكون هذا عم بينفذ أجندة ضد بلده، وبالتالي بيكون مأجور انا بالنسبة لي، وبالتالي ما في كلام اكتر من هيك واضح ومباشر بهيدا الملف. اثنين، اذا بهيدا الظرف اللي عم بيعاني البلد منه من كل هالأزمات هيدي، القوى السياسية ما بدها تجتمع على كلمة سواء، وما بدها تجتمع على حوار، وما بدها تجتمع مع بعضها وحول قيادتها أو حول رئيس جمهوريتها لحتى يلاقوا حل ويكونوا هن كلهم سواء مشاركين بتحمل المسؤولية ومشاركين بإيجاد الحلول ومشاركين بتطبيق الحلول ومشاركين بإيجاد الانفراج للناس، أي متى بدهم يجتمعوا؟ والحوار أي متى بيكون؟ وقت الأزمات أو وقت الأمور بتكون ماشي بشكل طبيعي وما في أي مشكل، أو الأمور هي بتنحل بالسياق للمؤسسات الطبيعي. فعمليا أي طرف اليوم بيقول أنا ضد الحوار بيكون هذا منه رجل دولة ولا ممكن يصير برجل دولة. أما الأطراف اللي معتبرها، برغم أنت اليوم هلأ عم بتقولي لي أنه رئيس تيار المردة يوم الثلاثاء حيكون بقصر بعبدة، كمان في رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي صحيح موعد لم يحدد بقى. كمان طالع. على كل حال أول حدا رئيس الحزب التقدمي تلقف مبادرة الرئيس أو دعوة الرئيس للحوار مباشرة بعد كلام رئيس الجمهورية، وقال أنه هيدي الدعوة للحوار والحوار هو طريق الخلاص الوحيد، يعني عمر أو بني على هذا الموضوع بشكل إيجابي. فعملياً وهذا شو أي متى من مين من أطراف عمليا بالسياسي مش متفاهمة بالسياسي مختلفة، غير أنه إذا بدك تحكي الحوار بين مين ومين بيكون بين اثنين متفقين ولا اثنين مختلفين. فمشان هيك أنا بدي أقول أنه في بعض رجالات
أو رؤساء الكتل النيابية اعتبروا أنه هيدي دعوة الهدف منها المساهمة بخلاص البلد وحيدوا الخلافات، خليني أقول إن كانت سياسية أو غير سياسية، واعتبروا اليوم في أولوية إنقاذ الوطن والمواطن وعم بيتعاطوا على هالمستوى من المسؤولية، وفي أطراف على هالخفة والصبيانية والولدن السياسية عم يتعاطوا بهذا الملف. أوكي. اليوم من أوائل الأسبوع يعني اللي جاي بتتظهر الأمور بشكل أكثر. تتظهر الأمور، عظيم. ولكن يأخذ هذا البعض اللي عم تحكي عنه على رئيس الجمهورية إنه هذه العناوين الثلاثة اللي طرحها، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، كان يجب أن تطرح في بداية العهد وليس في نهايته. ليش اليوم؟ لا، خلينا نذكر بشكل كتير واضح، على الأقل في ملفين من هودي الثلاثة طرحوا بأكثر من مرة، وخاصة الملف المالي. خلينا نتذكر بال 2018 يعني بعد الانتخابات النيابية بفترة، وطيلة ال 2019 على مدى 3 مرات أو 4 مرات، فخامة الرئيس دعي لطاولة حوار مالية سموها أو أطلق عليها اقتصادية مالية لإيجاد الحلول اللي كانت يعني خلينا نقول تستبق بوقتها، كانت تستبق الانهيار اللي نحن صرنا فيه. شو عملوا؟ قسم قاطع وقسم اعتبرها فرصة ليوجه ضرب العهد فخامة الرئيس، لأنه كأنه الضرب المالية أو الهبوط الليرة أو شو ما بدك هيدي الأزمة كلها تسوى، إذا حصلت حتحصل على جمهور المؤيد لفخامة رئيس الجمهورية أو لا جمهور التيار الوطني الحر أو الأطراف المتحالفة مع بعضها بهذا الجهة والجانب، وهذا الانهيار لن يصيب الشارع الآخر. وهذا الكلام شفنا اليوم أنه هيدي هالخفة وهي قلة المسؤولية وصلت أنه كل الناس تأن، كل الناس الحاجة ضاربتها، كل الناس عم بتعاني. فعمليا هيدا عنوان اساسي فخامة الرئيس من 2018 على يعني على الاكيد، وبال 2019 هيدا الملف طرحه ملف اللامركزية. انا بقول لك مطروح اكثر من مره، من قبل 2018، بال 2016 حكي فيه فخامة الرئيس، بال 2017 حكي فيه، وبقول لك اكثر من هيك انه كان عم ينحكى فيه من وقت اللي كان هو نايب، وفي قانون موجود كانت عم تدرسوا اللجان حول موضوع اللامركزية، ولا أسباب كمان معينة تم تعطيله وتم توقيفه وعدم السير بدراسة اقتراح القانون اللي بيحكي عن اللامركزية. فعمليا واللي استجد هلا، تنحكي بكل صراحة، اللي استجد هلا هي إذا بدك أمثلة صارت فاقعة جدا اليوم عن ضرورة بقى اليوم هلا نروح على الدراسة جدية وفعلية لتعديل هذا النظام، لتطوير هذا النظام، والأخذ بعين الاعتبار الأولوية هي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. لأنه بظل اللي عم يصير، وهون من له أذنان للسمع فليسمع، لأنه بظل اللي عم يصير بالبلد ومعاناة أقضية كبيرة من التزامها صارت معاناة، اللي عم بيلتزم بالقانون وبدولة المؤسسات هذا صار عم بيعاني بوقت اللي في مناطق ايه مزبوط في مناطق ما بتلتزم بالدولة ولا بتدفع ضرائبها. مش بس نطلع نعلي صوتنا على الإعلام انه مش صحيح، لا صحيح، و600 صحيح، والأرقام موجودة معنا. مين قال انا اليوم انا ابن الكورة؟ مين قال انا بدي الكورة تدفع عن غير أقضية؟ مين قال انا قبلين بقى اهل الكورة يدفعوا ضرائبهم وانت غير أقضية هي تستفيد اكثر بهيدي الواردات وغير مناطق ما بتدفع وهي بدها تضل مصلبطه؟ لا، بس نحن بس بتسمح لي بهذا، لا خليني اقول لك. طيب، وبهذا الموضوع ايضا، هذا الموضوع منه مستجد، ولا حدا في هلا يقول هذا موضوع فئوي، هذا اقر بدستور الطائف اللي كنا بوقتها نحن مش موافقين عليه ومش سايرين، على الاقل بطريقه اقراره، بمكان اقراره، بصيغه اقراره ببعض الملفات وببعض النصوص والى اخره. فعمليا ما حدا يجي يقول انه هذا شيء جديد، لا، فخامة الرئيس عم يطرحه ما حتى من قبل ما وصل لسدة رئيسة الجمهورية، طرحه وقت اللي كان نايب وطرحه هو زعيم، وبكل دقيقة عم يطرحه. ما حدا يجي يقول بس اليوم اللي ما بده يشارك هو بده يلاقي اسباب واهية حتى يتزرع او يحاول يبرر عدم مشاركته او واصوا على هيدي الفكرة. لذلك اليوم ما في أصعب من أنك تسمعي اللي ما بده يسمع وتفهمي اللي ما بده يفهم، هذا إذا أصلاً كان بيفهم. فعملياً هيدا الأمور ما حدا في يجي يقول ليش رئيس الجمهورية، طيب أنا بدي أسألهم سؤال، وليش ما بيطرحها هلأ؟
هن جابوني على هيدا الموضوع. هن بيعتبروا مثل ما كمان تهم جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القومي انه قبل باسيل. الانتخابات كمان عم بيقولوا انه فخامة الرئيس كمان بما معناه انه قبل الانتخابات لكسب مثلا نقاط انتخابية للتيار الوطني. شو نقاط انتخابية؟ انه بيعتبروا انه مثلا الاستراتيجية الدفاعية وردت في خطاب القسم صح او لا؟ لماذا لم تطرح كمان من قبل 2018؟ انطرحت يتذكروا بال 2018 انطرحت يتذكروا كم مره ضعيف فخامه الرئيس على جلسات حوار ويقاطعوا. الشعب اللبناني لازم يروح يطالب لقلن هن مش يوقف معه ضد فخامه الرئيس. بس يتذكروا انه فخامه الرئيس كم مره دعي للحوار وكم مره هن رفضوا الحوار وملبوا الدعوه وقاطعوا. مع مين بتحاور؟ بتحاور مع حاله؟ خلص في واضحة صارت المعادلة بالبلد، واضحة ما في التباس حولها، ونحن فهمانينا. في بعض القوى بتعتبر إنه الإمعان في إذلال الناس وضرب كل مقومات العيش الكريم عندهم وتطويق هذا تطويق إضافي لعهد فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي بيعتبروا هذا محاولة تصفية حسابات معه، وهذا انه هذا الخط اللي صامد بلبنان من 88 هني هلا هيدي فرصة للانقضاض عليه وانهائه، وهني اكيد موهومين مش اول مرة بيجربوا، جربوا بال 89 وجربوا بال 90 وجربوا على مدى سنين ال 90 لل 2005 ب 100 طريقة، وجربوا بال 2005 وشافوا شو صار فيهم، جربوا بال 2009 وبقي واقف، وبال 2012 وبال 2013 وبال 15 وبال 16 وانتوا ماشي وكل يوم عم بيجربوا. وحتى كل اللي عم بيصير على مستوى الانهيار المالي والمساخر اللي عم بتصير بموضوع التطبيقات وموضوع حاكم مصرف لبنان، نعم. اليوم المبتدئ واللي ما له علاقه بالاقتصاد في يجي يقول لك انه في شيء منه طبيعي. بفترة عيد الميلاد وراس السنة بيفوت 700 ألف لبناني بيجوا على لبنان عم بيصرفوا دولار بالسوق، وبيجي حكم مصرف لبنان عم بيعطي معاشات الموظفين والقطاع العام بالدولار. هلأ فقنا صار معه دولار يعطيهم، عم بيعطيهم بالدولار ويطلعوا هو بيسحب من البنك قيمة معاشه بالدولار، بيطلع يصرفوا برا عند الصيرفي وبياخد ليرة لبنانية أكتر. ليش بده يطلع الدولار؟ ما صار في كب دولار بالسوق، لا بده يطلع الدولار 4-5000 وفز على 30000 من 23-24. لأنه في من يتحكم بمنصات الإلكترونية مثل ما أنت عم تقول وما في من يرده. لأنه مش قضية في من يتحكم، في مؤامرة بهذا الموضوع للإمعان بتطويق وضرب لبنان هالقد. وكل حدا مفكر أنه هذا الموضوع هو أقل من هيك بيكون مغلط وموهوم، بس منه عارف أنه هذا الوبال الذي يصيب البلد هو عم بيصيب كل الناس شو ما كانت انتماءاتها السياسية أو المذهبية أو الطائفية. وهون المشكل الكبير، وهون المشكل الكبير أنه هذا أنت لازم تتعاون كيف ما كان، تعاون أنت وعمل بطل أنك أنت ساهمت بإنقاذ البلد، أنت ساهمت بإيجاد حلول اقتصادية، أنت ساهمت بأنه الناس ترجع تعيش عيش كريم، وطلع استغل هذا بالانتخابات وقال لهم أنا اللي وقفت حد رئيس الجمهورية وأنا سندته لرئيس الجمهورية، لو ما نوقف كلنا حد يمكن ما قدر وعده وعمل هذا الشيء. يطلعوا يعملوا أبطال قدام جمهورهم ويطلعوا يربحوا مع جمهورهم ويعملوا انتخابات ويربحوها. بس تشوفي قديش يعني حتى كلمة ولدني بالسياسة ما بتعبر، لأنه هذا منه عن براءة. يمكن يكون واحد عملها هيك هالقد بيفهم بالسياسة، بس هني مش لأنه هالقد بيفهموا بالسياسة، لأنه هني عن سابق تصور وترصد وتصميم عم يعملوا هيدا الشيء، لأنه بيعتبروا هذا بيساعدهم على ضرب عهد رئيس الجمهورية. عظيم. البعض رأى في طرح اللامركزية المالية شكل من أشكال الفدرالي. لا، ما خليني أقول لك شغلة، إذا بعض الأطراف معتبرة أول شيء بالقانون، شو يعني بدك تعملي لا مركزية؟ يعني كيف يعني بتعملي لا مركزية مجتزأة؟ ما هي إدارية ومالية بدها تكون، ما فيها تكون واحدة من دون التانية. واللي عم يحكي هيك بيكون ما بيفهم بالقانون ولا بيفهم بالدستور ولا بيفهم بالإدارة، ما بيفهم شيء اللي عم يحكي بهذا الموضوع. لا مركزية هي إدارية مالية، لأنه أنت وقت بتعملي إدارة عند حرية وهامش الحركة معناتها عندها حرية وهامش. أنا بدي لك أكثر من الصرف بالمال، بدي لك هلأ البلديات هي شو؟ هي مش نموذج بس عندها سقف،
بيتصرف رئيس البلدية والمجلس البلدي لحد سقف معين بالمبالغ، هيدي اللي مركزية بالإدارة، بياخد قرارات وبالمالي بيتصرف. وقت بيتجاوز هيدا السقف بيصير بده موافقة قائم مقام أو محافظ. منيح؟ بس ياخدوا هيدا المثال بتشوفي إنه الخبث بطرح هيدا الموضوع ومحاولة إيهام الناس إنه في شيء منه طبيعي عم ينعمل. لا يا حبيبي، الأبسط الألف ب للامركزية هي الإدارة والمال إن يكون عندهم هامش الحركة الموسعة، يعني بشكل من بطريقة أو بأخرى خايفين على التوقيع الثالث. أنا ما رح فوت بخايف على التوقيع الثالث أو منه خايف على التوقيع الثالث. التوقيع الثالث هيبقى موجود بالدولة، خلينا نقول المركزية، إذا تم التوافق عليه، مع أنه هو منه متوافق عليه إلا غصبا، إذا بديك إلا غصباً وبهذا الظرف، إنه كل مرة وقت اللي بدنا نعمل حكومة منتمسك بإنه وزارة المال بدها تكون مع أمل، لأنه مفتكرين إنه هذا بيكرس عرف، وأنت بتعرفي والناس لازم تعرف إنه تكريس العرف بده توافق كل الناس، وطالما في أطراف بعدها عم بتقول إحنا مش موافقين، وأن كان غصباً عم بيصير هذا الموضوع، هلأ هذا الموضوع معناته مش موافقين عليه، ولن يكون عرف ولن يكون هناك توقيع ثالث بشكل ملزم يعني على طول. ولكن بغض النظر عن هيدا الجزء، أي توقيع لازم يكون موجود أو أي توقيع ضروري هو بيبقى موجود بالدولة المركزية أو بالسلطة المركزية أو بالإدارة المركزية إذا بدك. أما بالإدارات مثل المحافظ بعدنا عم نحكي أو القائم مقام، وقت رئيس البلدية بده يصرف لمشروع أكثر من صلاحيته وصلاحية المجلس البلدي بده توقيع الأعلى منه، توقيع الأعلى منه هو القائم مقام، بعدين المحافظ إذا كمان السقف أعلى. يعني عملياً هيدا الموضوع هي مقاربته هالقد بسيطة، ولكن أنا برجع بقول لك الخوف مش على التوقيع الثالث، الخوف على إنه في مصدر مال كتير كبير بمناطق محددة هي عم تدفع وملتزمة بالدولة وملتزمة بدفع ضرائبها، هي بتاخد أقل بالخدمات العامة وبتروح على مناطق يصرف عليها أكتر وهي ما بتدفع. مشان هيك أنا برجع بقول الناس بلشت تصرخ، وأنا بقول لك وعطيت المثل قبل شوي هعيده، مين قال نحن بقضائنا بالكورة بدنا نضل ندفع عن غير أقضية؟ مين قال نحن قبلينين بهذا طيب الموضوع؟ عظيم، بس إذا برجع أقول لك أكثر من هيك، الخوف الأكبر للبعض عم يتزرع فيه إنه أنت الممانعة بهذا الموضوع، وإذا ما مشيت باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة أنت عم تعطي الحجة للناس تقول لك خيي أنا بدي نظام فيدرالي، لأنه النظام المركزي مع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة أنت مش عم تقبل فيه. أنا عندي طرح صاير أبعد من هيك. طيب بس إذا بدنا نحكي عن يلي عم بتقوله، إذا بدنا ناخد مثلا موضوع الكهرباء، أنتوا بتقولوا في كتار، مش بس أنتوا، في كتار من اللبنانيين بيقولوا أنه في مناطق بتدفع كهرباء في مناطق ما بتدفع كهرباء، صح ولا لا؟ شو نحن بنقول؟ انا بقول لك الوزاره مطلعه بيانات والكل عظيم. والكل شايفه وما حدا معترض. عظيم. ليش نحن بالكوره بندفع 95%، بيجي لك قضاء قريب علي بيدفع 30%، وانه بده ياخذ كهرباء مثل ما انا باخذ، وبده يروح يسكر المعمل، وبده يروح يوقف يتزعرن على باب المعمل، ليه؟ المقطوعه عنده. ايه مشان هيك انت عم بتعطيني انك عم تدفشني روح على مطارح، قول خيي انا بدي انا انتج وانا اصرف على حالي، وقت اللي الناس ما بتدفع بتتحمل مسؤوليتها. عظيم. في نايب، مين وقف العداد الذكي؟ مين وقف الهودي؟ ليه؟ طيب في نايب سالكم غيب عن بالي صراحه مين بيكون، ولكن عم بتذكر الموضوع، انه طالما بتحكوا بانه في مناطق بتدفع كهرباء وفي مناطق لا، استلمتوا وزاره الطاقه على مر سنوات، ليش ما حليتوا هذا الموضوع؟ كيف بدنا نحله؟ خلي خبرني هذا، الدوله بتفرض سلطتها، وانه بالوزير بيفرض سلطته، انه بده يعمل جبايه بكل المناطق بالتوازي. لا خلينا معلش، هذا النايب الزميل ما بعرف مين هو او هذا المسؤول، انا فعلا ما بعرفه، ما سمعته من حدا، لانه منيح اللي ما سمعته، لانه اذا الواحد تحمس ورد عليه ساعتها يعني بفرجي قديش هو جاهل. تفضل. الوزير هو اللي بده يروح يعمل جبايه؟ ما الوزير عمل الخطه وحكي بالجبايه وحكي برفع التسعيره وحكي ببناء المعامل وحكي بكل هذا. خطه الوزير مش هو اللي بيفحص الديجونتور تجي الكهرباء، والوزير بيعمل الخطة. اللي ما نفهم هيدا الموضوع خلي بقى يفهم، الوزير واجباته يعمل الخطة ويطلعها على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء بيوافق عليها وبتروح القصة على التنفيذ. الوزير ما بقى له علاقة بالتنفيذ، لا أنا شغلته ولا متبعته، بتروح على الإدارة. فعمليا مين بده ينفذ قوى الأمن مثلا؟ عمليا خليني أقول لك، عمليا
بخطة وزراء الطاقة اللي كانوا تيار وطني حر، كان واضح موضوع الجباية انه اساسي بالحال. ما حدا يجي يحكي بس انه بالاخر مين بيحلها؟ رفع السعر مين بيحله؟ ما بده ياخذوا قرار مجلس وزراء طبعا. ايه وما اخذوا، شو بنعمل؟ شو بيعمل الوزير؟ قولوا لي شو بيعمل. خلي الفطحة اللي حكي هذا الحديث هو يخبرنا شو بيعمل حتى نقول له والله معك حق. في شيء معيب الحقيقة، مستوى متدني من الفهم السياسي ومن فهم عمل مؤسسات الدولة. بيجيك حدا بس انه هو قال يابان وانا والله بعرف احكي، بدي اجرب سجل نقطة. شو كيف هذا الحكي؟ طيب ما بيحس حاله انه بقلب بيته وقت بيقعد ببيته هو وعائلته؟ اذا حدا من اولاده سأله انه جد انت مقتنع بهذا الحكي، ما بيحس حاله صغير؟ في شيء معيب انه المسؤولية شو؟ انه انا اعمل نايب وقعد على الكرسي؟ المسؤولية أنا أكون بوعي وقادر أنا أقدم مساهمات جدية لتعطي حلول، مش أنه نقعد نترشى أو نكتر حكي على شيء ما له طعمة. الوزير شو بيعمل؟ الوزير واجباته واضحة، بيعمل الخطة وبيحطها مجلس وزراء، مجلس وزراء بيقرر الخطة وبيبعتها على التنفيذ، مش الوزير بيروح بينفذ. بعد ما هي يمكن 5 دقائق من عمر هيدي الحلقة، المجلس سيد نفسه والدورة الاستثنائية. المجلس سيد نفسه بتذكرني، صارت هيكي مقولة، بتذكرني بطربوش بوملحم. كل ما كانوا قديما انه بوملحم بهذا المسلسل اللي كان موجود على تلفزيون لبنان قديما، بدنا نلاقي الحال، ما في غير طربوش بوملحم بيلاقي الحال. وانه هون نحن كل ما بدنا هيكي نعمل شو دباج كبير ونعظم الموضوع، انه المجلس سيد نفسه. لا يا حبيبي، المجلس سيد نفسه مش لحتى ينطعم بالدستور، المجلس سيد نفسه مش لحتى ما نقر القوانين، المجلس سيد نفسه مش لحتى ناكل حقوق الناس. لا، بدك تطول لبالك. القاعدة القانونية هي واضحة، ما في اجتهاد بمعرض النص، لا اجتهاد بمعرض النص، عم نحكي قانون هون، ما هيك؟ والنص المادة 33 من الدستور واضح، ما في التباس حوله، ما في التباس حوله. هلأ بدنا نعمل مشكل على كل شغلة وبدنا نتفلسف على كل شغلة، هلا بقول لك ليش قصة شعراتك انت؟ مش قصته مثلا، ليش قصة شعراتك؟ ليش شعراتك لونه فاتح ما بتصبغيهم اسود مثلا؟ عم تحكي بشيء تاني ما حدا له علاقة فيه، المجلس سيد نفسه حتى يطبق الدستور، هون بيكون سيد نفسه. اما اذا بده يخالف الدستور لا هو سيد نفسه ولا رئيسه سيد نفسه. واضحة هيدي الشغلة. المادة 33 واضحة بتقول العقد الاستثنائي بيوقع المرسوم فخامة رئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس الحكومة، وبيكونوا متفقين على الوقت وعلى البرنامج، وهن بيحطوا البرنامج، ما حدا يجي يعمل اخبار واخبار وقلاعيب. صحيح. فعمليا هذا الموضوع هو هالقد حدوده، سيد نفسه مش لضرب الدستور، وسيد نفسه مش لعدم اقرار القوانين، وسيد نفسه مش لتعطيل المجلس. هذا سيد نفسه. بعدين انا بدي اقول لك شغلي هون، سمعنا هيدا الجمعه الماضيه قبل ما فخامه الرئيس ودوله الرئيس عملوا، دوله رئيس الحكومه عملوا العقد، وقعوا مرسوم العقد الاستثنائي، حكي كتير بده يوقع الرئيس ولا ما بده يوقع، وبدنا نعمل عريضه ومعريضه. يا حبيبي اذا انت هالقد مستقتل ومستشرس لحتى تقر قوانين بالعقد العادي، اعمل كل جمعه جلسه، مش تعمل لي جلستين كل 3 شهور، بثلاث شهور او بالعقد العادي 3-4 شهور بتعمل جلستين، وكل جلسه يوم، وبعدين من نصها بس ما عاد الجو على ذوقنا رفعت الجلسه وخلصنا وحملنا حالنا، وميات القوانين بتضل بدون اقرار. البعض راى في هذه الدوره الاستثنائيه او بالموافقه على الدوره الاستثنائيه مدخل لتطير طارق البطار. لا لا، وين الربط بهيدا؟ بما معناه انه يعني منروح على الجلسة ومنحل هذا الموضوع ومنفوت فيه ومنعمله، والرئيس عون وافق عليه بمبادرة، طبعا انه هو الرئيس مئات اللي بادر ورئيس جمهورية وافق على هذا الموضوع، بما معناه لحتى يعمل هيك يرخي الجو السياسي او يرخي الاحتقام بالبلد من هذا. ما كانت 31/12 العقد العادي، يعني من جمعة لورا، ليش ما نعمل اللي بده ينعمل بهيدا الملف بالمجلس بهيدا الوقت؟ ليش بدنا ننطر عقد استثنائي؟ ما فهمت. الا اذا كان بدنا العقد الاستثنائي تنحمي ناس، هذا بصير شيء ثاني. ممكن انا عم بسال، انا على قدي ما بعرف، بس انه عم بسال انا.
العقد العادي استمر ل 31/12 ما هيك من جمعة صح. يعني صح. طيب هذا اللي بدنا اللي عم يزعم انه بده ينعمل هلا، ليش ما نعمل بالعقد العادي؟ ليش ما ندعيت الجلسة بالعقد العادي؟ ليش ما نحط على جدول الأعمال دعوة لجلسة عامة للمجلس النيابي موضوعها مناقشة ملف انفجار المرفأ؟ ليه؟ طيب مصادر الثنائي الشيعي كمان بتقول للأو تي في، مصادر رفيعة بالثنائي الشيعي بتقول للأو تي في إنه نجيب مئاتي الرئيس مئاتي أراد أنه من خلال الموافقة على هذا الموضوع أن يمرر جلسة لمجلس وزراء، ولكن الأمور بموضوع مجلس وزراء معقدة أكثر من ذلك. أنا خليني أقول لك شيء هاي بالمعادلة البسيطة، أنا بالمعلومة الفعلية ما عندي إياها أنا، يعني لكنت قاعد أنا ورئيس الحكومة وإجا خبر وقال بمجلس إنه والله أنا فكرت نعمل هيك تنربح بهيدي هيك، بس أنا بالمنطق الطبيعي إذا كان هيك عم بفكر، إذا كان هيك عم بفكر كان لازم قبل ما يوقع يكون أخذ التاني بالإيد التانية تيكون عطى وأخذ، وإذا كان هيك عم بفكر وعطى قبل ما ياخذ أو بدون ما في ضمان للأخذ يعني يسمح لي عم بتسلى. طيب مع جلسة لمجلس وزراء مع جلسات مع جلسات لمجلس الوزراء، لأنه الواقع اللبناني اليوم يحتاج إلى عمل وزاري يومي ومجلس وزراء يلتئم يوميا من أجل إقرار خطة التعافي المالي بالدرجة الأولى، اختتام أو إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد بالدرجة الثانية، والالتفات إلى كل الملفات الأخرى اللي هي فيها أولوية قصوى بهيدي الأيام. أنا مع هذا الموضوع، وأنا يعني طالما فخامة رئيس الجمهورية دعي لجلسة حكومية بمن حضر بسبب الوضع الطارئ لأننا معناتها أنا معه. عظيم. أنا بدي أتشكرك جورج عطلة النائب جورج عطلة عضو تكتل لبنان القوي، أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا لك مشاهدنا، شكرا لحسن متابعتكم، رح نبقى سوا إلى اللقاء.